نمشي ويا الهوى نمشي لما نحلمش ونسوح وانا ماشي ليالي سواح ولا داري بحالي سواح للفرقة يا غالي سواح ايه اللي جرى اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا عبر شاشه تلفزيون دوله الكويت وعبر القناه الفضائيه الكويتيه نجدد لكم التحيه والسلام من ارض المحبه والسلام. جمهورنا الكريم اعزائي المشاهدين، لا زالت الكويت تفرح بعرسها واحتفالاتها اليوميه بمهرجان هلا فبراير. هذا المهرجان الذي لفت الانظار اليه لكونه الاول من نوعه على أرض الكويت المحررة، وتستمر فعاليات هذا الحدث من 3 فبراير وحتى 24 فبراير في تنوع رائع من الأنشطة يجمع ما بين الثقافة والفن والرياضة والترويح والتسلية. إذن تكتمل هذه الاحتفالات والفرح في الحفل الغنائي الساهر والذي يجمع بين الطرب المصري والكويتي. جمهورنا الكريم، أعزائي المشاهدين في كل مكان، بداية دعونا نرحب بالفرقة الموسيقية البحرينية بقيادة محمد ناصر. إذن على المحبة والمودة نبدأ معكم حفلنا الساهر هذا، والوصلة الغنائية الأولى لفنان أحدث انقلاباً في مضمون وشكل الأغنية الكويتية. هو فنان رقيق الحس، يحب وطنه وفنه، شارك في العديد من المهرجانات العربية والخليجية، وكان صوته معبر لكل قضايا الكويت وخصوصاً قضية الكويت أولى، قضية أسرانا اللي إن شاء الله يرجعوا لنا بأقرب فرصة سالمين غانمين يا رب. فنان نقل الأغنية الكويتية ليس محليا ولا إقليميا ولا عربيا بل عالميا. إذن باسمكم نرحب بالفنان، نقول ما أروعك يا بوشعيل. أشوفكم ليتات بعيني لكن أحس فيكم وعارف شعوركم، سواء أبناء بلدي الكويت أو أبناء الخليج والجاليات العربية كلكم في قلبي. ونقول يا فتى
قولوا لها قلبي من العام مجروح.
شكراً. الحب قوي ولا انا جدا مقطعين
صبر عندي لا ولا حملي خفيف يا لطيف.
نغني يا شباب مع بعض. نقول راحت وقالت تبتدي وغيابها طورة والله ما قامت دقيقة أمشي أسرع وأحلى أقوى بي أمشي راحت 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 وقالت تبتدي عقب يومي وغيابها طول والله والله ما غابت دقيقة أمشي مع العالم أمشي أمشي مع العالم راحت وقالت تبتدي والله ما غاب دقيقة عن العين أمشي مع العالم وقلبي معاها أمشي مع العالم وقلبي
حياكم الله. يعطيكم العافية. نبي نقول شغلة، نقول شغلة وطنية احنا مع بعض. وأول شيء قولوا معاي، قولوا آمين، بعد آمين، بعد آمين، تظل الكويت بخير دائما، وقولوا آمين، وبعد آمين، تظل الوطن العربي كله بخير والخليج كله، وقولوا آمين، وقولوا آمين. داير أو إيش حاجة داير؟ يمكن الأسبوع الجاي نلقى أسرانا معانا ونحتفل فيه، قولوا آمين. ونقول
في الكويت سامي يا حلو، والله خليها لكم إن شاء الله. عاجز والله عاجز على الشكر يا حلو. شكرا جمهورنا الكريم، شكرا لابن الكويت البار نبيل شحيل. باسمكم جمهورنا الكريم، باسمكم اعزائي المشاهدين، نقدم درع تذكاري شكر وتقدير للفنان نبيل شحيل على مشاركته هذا الحفل. هلا بالخير، هلا بأحلى البشاير، هلا بك شهر فبراير. جمهورنا الكريم، أعزائي المشاهدين، أهلا بكم معنا في الوصلة الغنائية الثانية. قبل هذا دعونا نرحب بالفرقة الموسيقية، أيضا نرحب بالدكتور المايسترو عماد عاشور. أيضاً راح نرحب بالفنانة صاحبة الصوت العذب، صاحبة الصوت اللي يدخل القلوب بمنتهى السهولة، فنانة خطت سلم المجد وسلم الفن بثقة واعتزاز، فنانة استطاعت أن تطبع بصمتها الفنية بثقة واعتزاز على جبين الفن العربي. باسمكم نرحب بسندريلا الأغنية الخليجية الفنانة نوال.
شكراً، ألف شكر، شكراً، تسلمون. شكراً حبايبي، تسلمون. أولاً نقول مساء الخير جميعاً وحياكم الله، وكل عام وانتم بخير جميعاً، وقولوا آمين إن شاء الله دائم نشوف ديرتنا وأهل الكويت بهالفرح وإلى الأمام إن شاء الله دوم يا الله. حياكم الله. يا حبيبي يوم قلبك
صعب انك تطوله ترى ما هو بسهوله قلبي صعب انك تطوله ترى ما هو بسهوله صعب ترجع في حياتي بين قلبك وش ميوله صعب ترجع في حياتي بين قلبك وش ميوله
شكرا شكرا تسلموا شكرا ألف شكرا شكرا. والله ما ودي كل الغروب
لو صوتك يغيب عني تدري تدري ولا ما تدري أحبك يا بعد عمري ولو صوتك يغيب عني صدقني يضيق صدري تدري ولا ما تدري أنا أحبك يا بعد عمري ولو صوتك صوتك يغيب
Thank you.
شكرا شكرا. اشرح لي المكتوب.
تألق والنجاح يا رب، ولو سمحتين قدم لك درع التذكاري مقدم من اللجنة المنظمة المهرجان. هلا فبراير. Thank you.
العيال.